سأل الملحدون علماء المسلمين فقالوا: لماذا يتكلم الله عن نفسه طارة بصيغة المفرد وطارة بصيغة الجمع؟ فهل هو واحد أم أكثر؟ فأجاب علماء المسلمين: الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع للعظمة أو لوجود وصائد كالملائكة كجبريل مثلا حين قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لقد نزلنا إليك آيات بينات. ومثل ملك المطر والرياح والرعد والبرق قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وأضاف العلماء أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج معونة أحد، ولكنها وسائط من خلقه جل وعلا وتعمل بإذنه. أما في التوحيد خاصة فيتكلم ربنا سبحانه وتعالى عن نفسه بصيغة المفرد، لأن التوحيد لابد أن يكون واضحا وضوح الشمس حتى لا يلتبس أمره على أحد، وذلك كقوله تعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وكقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وإلى الغد بإذن الله.